بحس ان بتوع خدمة العملاء بيعاملوني على اني عميل بمعنى جاسوس يعني، فاهمة؟ مش زبون، اللي هو عايز ايه يا عميل؟ عارفة الاحساس ده؟ فيهم انواع ظريفة طبعا وانواع صعبة قوي. في نوع بيعاملك معاملة الضيف السائل اللي طب عليه فجأة في وقت مش مناسب، والغدا على السفرة مثلا، وهو بيلبس البيجامة علشان داخل ينام، حاجة كده بيتفاجئ بمكالمتك، بيديك وش بقى جبس كأنك جاية علشان عايزة منه كارت مثلا علشان يوصلك بحاجة، ابنه يخش المدرسة، عايزة تاخدي منه واسطة مثلا. ده لما تكلمي تلاقي صوته نايم كده كأنك كلمتيه في وقت القيلولة بتاعه، اللي هو مثلا يا فندم ايوه معاك ابراهيم، ها انا كويس اتفضل فندم. ايوه. وفي بقى اللي بيعاملك بفوقيه وقلاطه كده علشان عارف انه صاحب فضل عليكي وروحك في ايده دلوقتي، بس هو راجل كريم يعني. ولو انتوا عملاء احنا في خدمه العملاء يا سيدي، ها ارغي، وان كان لك عند العميل حاجه ياخدها. وفي واحد بتاع خدمه عملاء تحس ان من وهو صغير كانوا بيسالوه نفسك تطلع ايه يا حبيبي، فيقول لهم وكيل نيابه. ده بتعرفيه من ادائه في المكالمه، اللي هو اسم حضرتك ايه؟ رقم تليفونك؟ اول مره اتكلمنا؟ يا ترى عرفتنا عن طريق صديق؟ اسمه ايه؟ هو معاك دلوقتي؟ كنت فين من 12 ل 6 مندوبنا عدى على حضرتك وما لقاش حد؟ كنت فين؟ رد. وفي واحد تحس ان هو كان نفسه يبقى دكتور، يعني تتصل تشتكي من الخدمه مثلا اللي تقرف ولا حاجه، تلاقيه يقول لك لا لا امورني يا فندم، حضرتك بتشتكي من ايه؟ لا 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 ده احنا زي الفل، انت بس بتشوف غلاوتك عندنا، مالك؟ الجهاز بيسخن او بيرعش؟ اه طب حضرتك بتسخن او بترعش؟ والاعراض دي بقى لها قد ايه؟ طب نبص مع بعض كده، في زغلله في الراوتر، حرقان في السلك، اي حاجه؟ وفي اللي كانت نفسها تتجوز وتقعد في البيت وتركز في الامومه بقى، بس للاسف بقت في كول سنتر، اللي هو ايه ليه ايه عاملنا الجميل، ايه اللي مزعله ليه كده؟ الراوتر؟ لا امشي يا راوتر، امشي يا راوتر، لا خلاص نقفله خالص الراوتر ده، لا نقفله خالص، خلاص يلا خلاص قفلته خلاص، تيجي بقى نفتحه تاني؟ ها يلا شاطر، الله اشتغل، لا طب تيجي نقفله ونفتحه من جديد؟ لا 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 وطي صوتك، وطي صوتك، كنت بتكلم خدمه العملاء، ما ينفعش لما تطلب حاجه تقول بليز، تطلبها نايسلي، يا اما هقفل السكه فورا. ها ايه المشكله بقى؟ لا من غير عياط، من غير عياط، ندوس نجمه مع بعض، بعدين شباك، يلا مين هيدوس شباك مع مامي. في نوع كمان ظريف جدا اللي هو بيعتمد على شعار يا مدقت على الراس طبول، يحسسك ان هو شاف زيك كتير وداس في الدنيا جامد ومش فضيلك، تلاقيه بيتكلم بسرعه كده وقافش وفي نبره احتقار في صوته، يقول لك ايوه يا فندم اسم حضرتك؟ ايوه احمد امين 8 عمارات العبور. اه خير يا فندم. تبدا تقول له مش مشكله انا كنت بداونلود حاجه، يوم قاطعك فور يقول لك مشكله في خط التليفون يا فندم، كلم السنترال، مع السلامه. تحاول تلحق تقول له انا كلمت السنترال فعلا، تيت تيتي تراح. ومحتاج 8 ساعات تانيين تختار في ارقام وتسمع قوائم واغاني واعلانات لغايه ما تسمع الجمله السعيده بتاعت للتحدث لاحد ممثلي خدمه العملاء اضغط 0، ويسيبوك على الهولد لغايه ما تموت. طب خد ودي معايا يا اخي. وعلشان نبقى حقانيين برضو بصراحه، في اصناف من العملاء بيبقى صعب جدا ارضائها او انك انت تفهميها او تتواصلي معاها، معلش يعني هنقول اللي لينا ولا علينا. عندك مثلا العميل المتردد، ده فعلا خطر جدا على اي خدمه عملاء، ده يطلع عينين خدمه العملاء علشان يقول له اصلا ايه هي المشكله، هو مش عارف يميز المشكله اللي عنده، حتى لو عرف خدمه العملاء ان هو يحل له مشكلته ما بيبقاش قادر ياكد هي اتحلت ولا لا، يكلم مثلا يقول لك الصوت عندي وحش قوي، او مش عارف هي جايزه داتا قطعه، او استنى استنى غالبا التليفون هو اللي بايظ. خلاص تتحل المشكله، تساله فندم ها تمام كده، يقول لك انا مش عارف هو الصوت احسن شويه والداتا ابتدت تندع اهو، بس في مشكله خدمه الرسائل بطيئه او مش عارف، او ده فخ بقى وقع فيه بتاع خدمه العملاء. المكالمه دي مش هتنتهي غير لو حد فيهم عجز، ساعتها بس المكالمه دي هتنتهي. يعني مثلا في عميل تاني اللي هو ابا الغضب، ده العميل اللي متعصب اللي بيصرخ اللي بيتكلم علشان يفش غله، بس هو ما عندوش طلبات، فان هو عاوز يخرج طاقه الغضب دي بدل ما يصرخ في مخده في اوضته مثلا، وغالبا بيبقى غضبه ده مبالغ فيه جدا، ومش الخدمه هي السبب، بس في اسباب كتير في حياته هو، يعني مديره مهزقه، مراته منكده عليه، الاكل طلع حادق، جاره حاجز ركنه بحديده، الاسانسير بايظ، جه يدخل على النت لقاها بطيئه شويه، فقرر يكلمك يطلع عصبيته دي كلها فيك انت، علشان طبعا ما يقدرش يتعصب على حد غيرك. فتلاقي في نص الزعيق كده جمل زي انا زهقت بقى، دي ما بقتش عيشه دي. علاقه ده بخدمه العملاء غلبان والله، معلش. في بقى العميل الحزين الجريح الوحيد اللي محتاج حد ياخد بحسه، يرغي معاه، ياخد ويدي كده، بيحاول يحتفظ بيك معاه على الخط اطول وقت ممكن، يعني بتكون المشكله اتحلت بس هو عنده اسئله تانية عن العمر اللي بيضيع من غير صديق حقيقي، وان قد ايه اصعب حاجه ان الانسان يضحي بالحب عشان ظروف المجتمع. وفي بقى العميل المصلح، ده بقى اللي بيبقى مشغل في بيته قنوات اخبار طول الوقت، ومقطع جرايد كده وملزقها في البيت، اي اخبار بتحصل في اي حاجه او اعلانات يبقى مركز معاها، لما بيتصل يقول لهم لا انتوا المفروض شركتكم تعمل اجتماعات مجلس اداره وتتناقش في الحاجات، انتوا ازاي ما بتتناقشوش في الحاجات؟ خلاص يا حاج احنا متشكرين، ممكن نركز بقى في السخان بتاعك، سخان ايه بقى واحنا كل ما نصلح حاجه في البلد انتوا تخربوها؟ وياخدك في سكه غريبه جدا. في كمان العميل الهامس اللي بيتوشوش، ده اللي هو ما بيتسمعش من كلامه غير حرف السين والصاد والش، مساء الخير مهندس، ممكن اسال سؤال حضرتك؟ حضرتك بتقول ايه يا فندم؟ بتقول ايه حضرتك؟ وحضرتك تعبان يا فندم؟ مش ممكن تعلي صوتك شويه؟ ممكن تدوس على الالفاظ؟ حضرتك بتعاكس طيب؟ حضرتك مخطوف يعني اساعدك؟ ايه ايه؟ انا بقى بصراحه بقول ان احنا
لازم نعمل قعدة صلح ونحل بقى الأزمة التاريخية الكبيرة اللي ما بين خدمة العملاء والعملاء. نقعدهم كده مع بعض ونشوف لنا حل بقى. نقول له مثلا بص يا فندم، إن كنت واخد على خطرك اضغط واحد، وإن كنت مش عارف عذرك اضغط اتنين، وإن كنت مش حابب موضوع صباح والصلح ده على بعضه وقافش، خلاص اضغط على نفسك بقى وخلي الموضوع يعدي.